السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنشوف كتاب جديد جدا، وهو كتاب اجهز لتانية ابتدائي. طبعا التميز شغلتنا، وده كتاب التميز في الرياضيات الصف الاول الابتدائي، ولكن ده كتاب التدريبات والمراجعة النهائية في الرياضة. تعالوا نشوف ايه الكتاب. الكتاب شامل لتمارين اولى ابتدائي كلها، فيها كمية تمارين كبيرة جدا. طبعا الكتاب بينزل منه منهج الرياضيات، اما ده كتاب التدريبات. اول حاجة هو تدريبات في الرياضة اجهز لتانية، وبدلي اول حاجة يكتب الاعداد من 1 لـ100، وبعدين القيمة المكانية، واكتب القيمة العددية، قيمة الرقم في خانة العشرات والاحاد اهو، وهنا دي مربعات خفية، والمسائل اللي فيها جمع وطرح اهو، التمارين على القيمة المكانية والقيمة العددية، واكمل. شوف يا جماعة الكتاب من الجهتين اهو، والتصاعدي والتنازلي والاحاد والعشرات، كل دي تمارين على الاحاد والعشرات والمئات، ونيجي بقى الجمع خلاص، وبعدين يكتبهم بالكلمات اهو، يكتبوا العدد بالكلام، واكتب بنفس التسلسل، واوجد ناتج، وتمارين كتير جدا، السابق واللاحق، واكتب بنفس التسلسل. مدرسين الرياضيات استعد في كل مكان، كتاب التميز جاي يحللكم العقدة بتاعة كتب التأسيس. الكتاب ممتاز قوي، سعره كمان رائع جدا. كل ده اكتب بنفس التسلسل، واكتب الاعداد، اقرأ ثم اجب، واكتب او رتب تصاعديا ورتب تنازليا. شوفهم انا مش يعني انا باخد كام صفحة معايا في ايدي، اكبر واصغر. كل دي تمارين يا جماعة في كتاب التميز وكتاب اجهز لتانية، وان شاء الله استنوني هنزل لكم كمان، وهعرض لكم كتاب اجهز لرابعة في العربي، واجهز لرابعة في الحساب. كل ده ترتيب تصاعدي وتنازلي هو، واحد وعشرات، والكتاب كده بدأ يخلص في ايديا. هو تقريبا 130 ورقة من التمارين المكثفة للأطفال. الكتاب سعره فقط 75 جنيه، سعر ولا في الأحلام، بجد سعر ممتاز جدا. مفيش كتاب بالتمارين دي بقى محقق السعر ده. اطلبوا مني كتاب التميز، عندنا شحن لكل مكان. تابعوني، واللي يعجبوا الفيديوهات بتاعتي، أنا اسمي أميرة، يعملي شير ويعملي سبسكرايب عشان نوصل الكتب الجميلة دي لأكبر عدد من الناس، وكل المدرسين يستفادوا، كل أولياء الأمور يستفادوا. الكتاب سعره هو يا جماعة، والكتاب سعره فقط 75 جنيه.